كفصة، تواصل المواجهات في المتلوي إلى عشية اليوم وحرق جزء من مقر محكمة الناحية ليلة أمس. حركة الشعب تنتقد حكومة المهدي جمعة وتوجه لها بعض الرسائل. وجولة سياحية بالزارات من ولاية جابس. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، أهلا بكم. تواصلت عشية اليوم المواجهات بين عدد من شباب المتلوي من ولاية قفصة وقوات الأمن التي حاولت فتح الطريق الرابطة بين المدينة وولاية توزر. مواجهات استعملت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، فيما استعمل المحتجون الحجارة. هذا وكان بعض المواطنين قد نفذوا صباحا تحركا احتجاجيا استنكروا خلاله حرق بعض الشباب لجزء من محكمة الناحية بالجهة ليلة أمس، إضافة إلى حرق مقر حركة النهضة. للتذكير، فإن موجة الاحتجاجات التي تعيشها الجهة تأتي في إطار التنديد بالنتائج الأولية لمناظرة شركة البيئة والغراسات. مبعوثنا الخاص إلى معتمدية المتلوي رياض الحيدوري أعد التقرير التالي. هكذا بدا المشهد صباح اليوم بفضاء محكمة الناحية بمدينة المتلوي، بعد أن ابتلعت ألسنة النيران كافة محتوياته ما عدا الأرشيف لوجوده بالطابق السفلي. من ألطاف الله أن الأرشيف هو معناه جاء في الطابق السفلي، أنا ما لحقتش مضرة. وتعرفوا انتم ارشيف نتاع اداره المحكمه ذي مش تحلت امس ولا لامس، راهي من الاربعينيات، معناها حتى الارشيف نتاع الموجود عندنا من الاربعينيات، من سنه 1942 بدا، فهمت؟ وتابعتها معتمديتهم من العرايس، وتابعتها معتمديه الرديف. خوفنا الكبير على الارشيف بالنسبه لفوق، المعدات هذيك تتعوض، اما تعرفوا انتم الاداره هو معناها القلب نتاعها الحي هو الارشيف. واقفين احنا عوان المحكمه، واقفين المواطنين مستعدين، انا وقاعدين واقفين نحموا فيه حتى لين معناها نشوفوا السلط اش باش تصرف فيه. لحد الان ما رينا حتى شيء، ثم حتى شيء، ما ثم حتى، فهمت؟ لا على محلي ولا جهوي ولا وطني. الاهالي اكدوا ان ألسنة لها ابطلت ايضا مقر حركه النهضه بالمدينه اثر اعمال عنف وتخريب عاشت على وقعها المتلوي ليله البارحه. تباينت بشانها الاراء، لكن السبب الاساسي بالنسبه اليهم هو الرفض المتواصل لنتائج مناظره شركه البيئه والغراسه. ستريكي مكلف لدي وزارة التشغيل باش يعطي حلول زاد عقد الامور، وستريكي جا وقعد في دار الثقافه معايا عاطين على العمل باش يحل يعمل حلول جذريه وباش يطمن المواطن ويهدي الاوضاع، زاد عطى حلول تصعد الامور. قال كل عيله منها واحد وما عطاش التفاصيل وخلى التفاصيل مفتوحه، المواطن بقى مش مشغوب. وضح الامور كل عيله واحد كيفاش وكيف كيفاش تكون الطعون، مش تخلى الامور داخله بعضها. ومشى خرج تعزيزات امنيه، الامن ما قامش بواجبه البارح، في ناحيه قام بواجبه فيها حمايه شركه فوسفات قفصه وحمايه مؤسسات شركه فوسفات قفصه، اما بالنسبه للمحكمه ما حماش. المصالح ضاعت، والشيء اللي مستهدف هو مستهدف المحكمه، ينجم يمشي يسرق في حاجه اخرى، ينجم يمشي، اما شيء هذا مدبر من يد خارجيه ماشي طول دراكه للمحكمه. المواطنون ومكونات المجتمع المدني والذين التقيناهم جددوا استنكارهم لهذه التصرفات التي بدت غريبة عن المتلوي وأهلها، فيما وجهوا عديد الرسائل إلى العقلاء من أبنائها وإلى المسؤولين الجهويين والحكومة الحالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الوضع. والناس كل غايظ الحال، واليوم المجتمع المدني في المتلوي راهو معناها غايظ الحال ياسر، كي وقع على العديد هذا، وهذوما راهو ناس ما همش ناس ملاح، وما هم فكره خايبه على المتلوي يكون الناس الكل متلوي يروا فيها الطيب والباهي اكثر من الناس المخربه ذي. بلاغ هام للسيد وزير الداخليه ونقابة الامنيين الشرفاء، تدخل سريع للمتلوي، احنا ما عادش قادرين نحملوا، مجتمع مدني واهالي المتلوي نتلفتوا حول مدينتنا، رانا ضعنا، ضيعنا مجازان جنرال ما رجعوهاش، ضيعنا مجازان، ضيعنا معمل سيراميك ضاعنا، ما نحبوش نضيعوا محكمتنا وارشيفنا وارشيف جدودنا، ندخل في المفاوضات جديه ويتدخل الاتحاد ومن نقابه الامنيين الشرفاء يتدخلوا في المتلوي بحلول سلميه مع المجتمع المدني. حالة احتقان تعيشها مدينة المتلوي منذ يومين يطالب الأهالي بالتدخل من قبل المسؤولين وبحث مخارج الأزمة لضمان عودة الاستقرار للمدينة المنجمية.
وجهت حركة الشعب اليوم العديد من الانتقادات لحكومة المهدي جمعة، معتبرين أنها لم تستجب لبنود خريطة الطريق وعلى رأسها مراجعة التعيينات وتحييد المساجد، وذلك خلال ندوة عرضت خلالها الحركة تحفظاتها تجاه هذه الحكومة موجهة إليها بعض الرسائل. سعيد طرابلسي والتفاصيل. الحكومة مازالت المهدي جمعة ما عطاناش شنو بالضبط، شنو ماذا وجد. هي جملة تحفظات عرب عنها قياديو حركة الشعب، فهم هنا لا لتقييم أداء الحكومة الجديدة، وإنما من أجل بعث رسائل مختلفة أكدت حركة الشعب على ضرورة مشاركتها في طرحها. الرسالة الأولى التي نريد أن نقدمها في إطار هذه الندوة هي رسالة موجهة للحكومة في الجانب الأدائي، ورسالة أيضا موجهة إلى رباعي الحوار باعتباره هو جزء من النسيج المجتمعي للمجتمع المدني. نقول له خارطة تركيبة الحوار الوطني ينبغي أن تتغير. أولى هذه الرسائل كتبت أسطرها لتطرح مسألة التعيينات. حركة الشعب طالبت رئيس الحكومة بتوسيع مجال مراجعته للتعيينات. بالنسبة للتعيينات احنا أكدنا على سي مهدي جمعة أنه يجب يشرع فورا في مسألة مراجعة التعيينات. أكدنا له رأي مراجعة التعيينات مش بنحان ولات واستبدالهم بولات أخرين ينجم يكونوا بنفس الغط. أكدنا أنه مسألة التعيينات يعني اللي تأثر في الانتخابات مش كانوا الولات والمعتمدين. أعطيت مثال مثلا النيابات الخصوصية اللي تعينت في عهد سي علي العريض واللي أغلبها ونأكد أغلبها تعينت لولاءات حزبية. شهر مضى على مباشرة الحكومة الجديدة لمهامها، بيد أن حركة الشعب لا زالت تبدي تحفظات حول عدد من الوزراء. ثم شبهات تحوم حول بعض الوزراء، سواء في علاقة بالكيان الصهيوني، سواء في علاقة بالنظام القديم، سواء في علاقة وهذه ربما تحدثت فيها اليوم للموظفين عند الشركات الأجنبية. هم مازالوا موظفين عند الشركات هذه ولا مشاو؟ تحييد المساجد والنأي بها عن التجاذبات السياسية بهدف القضاء على الإرهاب والتناحر السياسي أمر أكدت عليه أيضا حركة الشعب. زال سي عبد الفتاح مورو نهار الجمعة في صفاقس، يا حبيب اللوز نهار الأحد في دواء في سيدي ثابت، وإحنا أنا قلت في أحد المواقع الإلكترونية الأسبوع الفارد قلت سي عبد الفتاح مورو عليه أن يختار بين نائب رئيس حركة نهضة أو داعية إسلامي. ملفات عديدة طرحت اليوم على طاولة هؤلاء، غير أن الملف الحارق يبقى بالنسبة إليهم ربط المناخ السياسي بما هو اجتماعي. أهم ملف حارق لابد من الحكومة أن تعالجه وهو ملف الملفات الاجتماعية. نحن طالبنا السيد مهدي جمعة بإجراءات اجتماعية عاجلة، خاصة في الحد من غلاء الأسعار، واليوم نشوفه رفع الدعم على بعض المواد الأساسية مثل الطماطم. مهلة استراحة منحتها الأحزاب السياسية في تونس إلى حكومة مهدي جمعة، لكن يبدو أن صبرهم بدأ ينفذ أمام الخطى البطيئة لرئيس الحكومة في تنفيذ بنود خارطة الطريق. في محاولة لرأب الصدع في العلاقات بين القضاة والمحامين، عقد عشية اليوم المرصد التونسي لاستقلال القضاء ندوة أكد المشاركون بها على أن الخلاف لا يخدم أي طرف، وأنه يخدم فقط الأطراف التي لا تريد النجاح للانتقال الديمقراطي. أنا أظن وفما بعض قالوها وأنا معاهم كونه فما ناس ما يحبوش انتقال ديمقراطي، ما يحبوش يمروا إلى دولة مدنية ديمقراطية باش بالضرورة السياسية بالضرورة ومعروفين أطراف سياسية اللي ما تحبش الانتقال الديمقراطي والدولة الديمقراطية والمدنية، معروفين واضح ولا دونك من مصلحته يتقتضي كونه يزرع الفتنة وكعيبة جلمة كعيبة المتلوي كعيبة محامين قضاة وغدوة تطلع لنا خنا راية أخرى وكهو. نحاولوا قدر الإمكان نلطفوا الخواطر ونلموا المسألة ونلقاو حلول دون التفات كثيرا إلى الوراء، لأن المسألة في الأخير لا يجب أن يدفع ضريبة ذلك المواطن. نشهد الآن تعطيل عمل في المحاكم، نشهد دفع إلى تأجيج الخلافات، نشهد يعني خروج وانحراف عن بعض الأخلاقيات المشتركة بين القضاء والمحاكم. قدمنا اقتراحات، سنعرض اليوم تقرير حول يعني ماضي هذه العلاقات، واقع هذه العلاقات وكيف الحل. فيما يتواصل حجز الإعلامي التونسي محمود بوناب في قطر على خلفية قضية رفعتها ضده قناة الجزيرة، تواصل جمهورية مصر الشقيقة حجز صحفي هذه القناة في قضية اعتبرها العاملون في القطاع تعد على حرية الإعلام، وذلك خلال وقفة احتجاجية طلبوا فيها بإطلاق سراح الإعلاميين المحتجزين بمختلف الدول العربية.
نبيها طرابلسي وتغطية لهذه الوقفة الاحتجاجية. أن تكون صحفياً ليست جريمة، شعار رفعه عدد من الصحفيين خلال وقفتهم الاحتجاجية المساندة لصحفي قناة الجزيرة المعتقلين في مصر منذ أشهر. الأربعة الصحفيين المعتقلين من شبكة الجزيرة في مصر معناها بتهمة الانتماء إلى جمعية إرهابية، يعني لكن عديد المنظمات الدولية الحقوقية والمهنية معناها تقول بأنهم يعني تؤكد أنهم اعتقلوا على خلفية عملهم الصحفي. الإفراج عن صحفي قناة الجزيرة مطلب نادى به هؤلاء المحتجون، مؤكدين أنهم لم يرتكبوا جريمة بل مارسوا عملهم الصحفي حسب تعبيرهم. نحن نطالب بالإفراج عن زملائنا المعتقلين لأنهم لم يرتكبوا جريمة وإنما اكتفوا بممارسة حقهم في العمل الإعلامي. طالبوا السلطات المصرية بأنها تطلق سراح زملائنا المحتجزين في مصر. التجاوزات المرتكبة بحق الصحفيين ليست مقتصرة على السلطات والدولة، فمؤسسة الجزيرة التي تطالب بإطلاق سراح صحفيها كانت وراء احتجاز الصحفي التونسي محمود بوناب بقطر. في مصر في قطر أنا يعني ثم تجاوزات، مش معقول صحفيين معتقلين في مصر منذ أوت، ثم صحفي منذ أوت، ثم سي محمود بوناب اللي يعيش مظلمة في قطر، مظلمة وممنوع من السفر، ممنوع من العمل، شاكي به الجزيرة. يعني الإشكالية أنه المؤسسات هي ساعات اللي تتعسف على المواطن، معنا الصحفيين. احنا بقدر ما نضامنه مع الصحفيين، بقدر مع المؤسسات زاد الإعلامية، بقدر ما نطالب المؤسسات الإعلامية أيضا تقوم واجبها وتحترم العمل الصحفي. حرية التعبير في بلدان الثورات العربية ما زالت تواجه عديد المخاطر، هذا ما أكده المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي، مؤكدين ضرورة التصدي لمختلف الانتهاكات الحاصلة. بالرغم هذا الكم الزخم الهائل من الحريات التي أهدتها هذه الثورات العربية للصحفيين، لكن في الواقع يعني في الواقع يعني الصحفيين ما زالوا يعانون. هناك تحديات جديدة، هناك آليات قمع جديدة ضد الصحفيين. اليوم حرية التعبير في بلدان اللي شهدت الثورات العربية ما زالت في خطر، لأنه فما الكثير من الضغوطات التي تمارس على الصحفيين من كافة الجوانب. في مصر القانون المنظم العمل الصحفي مش باهي، أيضا في قطر ماذا بينا نتجندوا جميعا، وهنا ذكر المساند اليوم جيت حضرت، نتجندوا جميعا لمساندة الصحفيين في القيام بأعمالهم. لابد أن نتصدى بالوقوف ضد كل الانتهاكات السياسية مثل ما وقع في مصر وانتهاكات اللوبيات الأخرى. حرية التعبير كانت هدية الثورات العربية، لكنها حرية لا زالت منتهكة في ظل عدم إحداث آليات فعالة تضمن الحماية للصحفي أثناء أدائه لعمله بهذه البلدان. دهمت قوات الأمن ليلة أمس منزل الصحفي بجريدة السور توفيق العوني على حد قوله، مؤكدا أن هذه الأساليب تتنزل في إطار تكميم أفواه الصحفيين ومواصلة لسياسة الهرسلة والتخوين في العهد السابق. تعرضت للهرسلة وتعرضت لمداهمات من قبل الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني على خلفية معناها نشر مقال ما فيه تورط رئيس مركز الحرس الوطني بالنيهلة في التيار السلفي، كما معناها حسب مصادر أمنية معناها موثوقة خذيت الخبر هذا، قلت الواقع كما معناها تحصلت عليها، ما رعاني إلا معناها بالحملة متاع مداهمات للدار معناها المنزل متاعي وملاحقات معناها من قبل معناها الفرقة المركزية، وأنا اتصلت بنقابة الصحفيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين الشبان ومعهد حرية الصحافة اللي ندوا بالهرسلة بتاع الإعلاميين والقمع معناها اللي تعودنا بيها في نظام بن علي، وهذه معناها نعتبروها سابقة خطيرة، ونطالبوا نقابة الصحفيين ونطالبوا مكونات المجتمع المدني ونطالبوا معناها وزير الداخلية بفتح تحقيق. في الشأن المهني والعمالي، وصلوا عمال وعاملات باكستر لصنع الأدوية إضرابهم المفتوح منذ 9 أيام مستنكرين طرد عدد من زملائهم، والأوضاع المهنية التي يعانون منها في ظل تعسف الإدارة على حد تعبيرهم، خاصة مع إصابة عدد من العاملات بأمراض مزمنة نتيجة العمل. مواكبة لهذا التحرك مع أبو خضر حاجي. ما زالت أصوات العمل في تونس تواجه ظلم مشغليهم وسط سبات تام للمسؤولين في الدولة، ففي هذا المعمل لصنع الأدوية يعتصم عشرات العمال من أجل تحسين أجورهم الزهيدة وإعادة زملائهم المطرودين تعسفيا للعمل. وكانوا هما طالبين زيادة تحسين أجورهم، لأن ما يعقلش اليوم خدام ياخذ 300 ألف
احنا قلنا له في عملنا معاه جلسه وقلنا له ها خذ 300 الف وبر اكري محل في وادي الليل. في وادي الليل السيد هذا منا متعنت الوقفه الاحتجاجيه ذي اللي هي صارت نص ساعه وهي وقفه مقننه وقانونيه. اختار 6 عباد من بين العباد الكل باش يحطهم عباره كبش فداء باش يشوفوا الخدامه الاخرى اللي هذاكم صاي تحطوا باش يوقفونا على الخدمه يسكروا فيهم الخدامه الاخرى. عرفت كيفاش؟ او كنقولوا احنا كلما طالب هؤلاء العمال بحقوقهم المهنيه كلما ازداد التهديد بغلق المؤسسة، وهي خطة دأب عليها كبار رجال الأعمال في بلد عرف انتعاشة للحق النقبي. نحن وقت اللي باش نقفوا ونتكلموا على حق من حقوقنا باش نطالبوا بحاجة يجب لنا تسكير المعمل. احنا فدينا نحب ونوصلوا صوتنا لأعلى، احنا كعارف هو ما عادش نجموا نتواصلوا معاه. أصواتهن تبوح بأسرار أمراض مسكوت عنها، فالعشرات منهن أصبن بأمراض سرطانية خطيرة، وهو ما تخفيه الإدارة على السلطات على حد أقوالهن. برشا دوسيات تخبيترة، برشا دوسيات اللي فيقوا بهم اللي هما بنات عرفوهم عندهم أمراض مهنية كبيرة خبرهم دوسياتهم علاش باش هما ياخذوا جائزة الصحة والسلامة المهنية. غلاء المعيشة اقترن بتدني الأجور وطرد العمال في أغلب المؤسسات، وهو ما يطرح تساؤلات عن مصير مهني مجهول لملايين من الشغالين في البلاد. فجأت زيادة الأخيرة في أسعار الطماطم المعلبة المواطنين، حيث أصبح سعرها 2050 مليما. في ولاية القصرين اتفق المواطنون والتجار على أن هذا الترفيع لا يأتي في الوقت المناسب، معربين عن رفضهم له. حول هذا الموضوع أعدت ثريا الجاسمي النقل التالي. شهدت أسعار المواد الغذائية والخضروات ارتفاعا مشطا بعد الثورة، مما أثقل كاهل المواطن الذي أصبح عاجزا عن توفير حاجياته الضرورية. أمام تواصل هذا الارتفاع آخرها الترفيع في سعر الطماطم المعلبة. الزيادات مجحفة، المواطن أثقلوا له كاهله بالزيادات، زادوا في السميد، زادوا في الطماطم، زادوا في السكر، زادوا في كل شيء. بن عليك خرج من هنا نقص في العظام 480 فرنك، جت حكومات متعاقبة، 3 حكومات وصلوه 760. ما نعرفش ناسك هما يخموا كام في رواحهم، هما اللي هما عندهم شهريات أكثر من مليون وأكثر من مليون ونص، والزوال اللي يخلص في 100 ألف لعل هما ما في بالهمش، الزوال اللي يخلص في 100 ألف وفي 70 ألف، والزوال اللي مش يخلص جملة ما خموش فيه. وعليش ما نعرفش وعليش احنا عملنا ثورة باش نردوا كرامتنا، يا أخي كرامتنا تسلبت منا. 2050 مليم هو السعر الجديد لمنتوج الطماطم المعلبة التي شهدت ترفيعا في سعرها حوالي 4 مرات متتالية، الشيء الذي أثار تشكيات المواطن والتاجر على حد سواء. الطماطم تسمى غالي ياسر، سوم كانت 16% ورجعت 19% وبعد تولت 2050، شيء مهول ياسر. أثر عليه كمية، مثلا كل واحد باش ياخذ مثلا كردونة طماطم باش تكلف ليه في بلاصة باش ياخذ 2 كردين، ولا ياخذ كردونة واحد وتمشي اشتراها كريدي واشتراها وعدي وشوف يخلص خلصوا كلها وشوف. تأثر علينا معنا، شوف أنا قبل مثلا ب 500 ألف كنت نشتري مثلا 10 كريدن، تو ب 500 ألف نشتري كان 8 كريدن 7 كريدن، تسمع تأثر على الناس الكل، وأولهم على المواطن القليل ننجم نجيبها، أما المواطن القليل يخفي 3000 و 4000 و 5000 ما عادش ينجم يعيش. وبخصوص هذه الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية صرح لنا رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بما يلي. بالنسبة للمنتج وقعت الزيادة هذه على خاطر معناها وقع رفع دعم عن الطاقة. بطبيعة الحال معناها نجو نشوفوا التكلفة البري دو روفيان نتاع البرودوي، بطبيعة الحال نلقوه تو زاد آليا، معناها يلزمو يزيد في الأسعار نتاعو، إذا كان ما زادش معناها باش يخدم بالخسارة. معناها أنا نشوف التايمينغ نتاع رفع الدعم مش وقته تو. علاش؟ على خاطر تدبر معناها الوضع الاقتصادي صعيب تو في تونس، معناها خاصة بعد الثورة كما تعرفوا. لا ما بقاش استشارتنا بالكل، معناها لا في رفع الدعم لا في ترفيع في الأسعار لا حتى شيء، معناها فهمني. البطالة، الفقر، محدودية الدخل الشهرية،
هذا هو حال المواطن التونسي لتثقل الدولة كاهله أكثر فأكثر بالترفيع في الأسعار عشوائيا ليصبح عاجزا عن توفير حاجياته الضرورية، فإلى أين نحن ماضون؟ يغرق الحي الصناعي بالسواسي من ولاية المهدية في مستنقعات الماء الملوثة التي خلفتها الأمطار، خاصة مع تجاهل السلطات لتشكية المواطنين المستمرة والذين طالبوا بتحرك سريع ينقذهم من هذا الوضع الذي يزداد سوءا على حد تعبيرهم مع تكاثر الحشرات. رصد للأوضاع في هذا الحي مع صاحب برش. هكذا هو المشهد كل شتاء، مستنقعات وغدير هنا وهناك، مساحات وسط الحي الصناعي والتجاري بمدينة السويسي غير مهيئة وتعد موطنا للحشرات التي تتكاثر فيها بالخصوص في فصل الصيف. معاناة دائمة في ظل غياب واستقرار النيابة الخصوصية بمدينة السويسي، فمتى يا ترى تحل مثل هذه المعضلات؟ تسعى جمعية العسكريين المتقاعدين إلى لم شمل العسكريين والضباط ومساعدتهم في ظل ما أسمته الجمعية اليوم بتجاهل السلطات العسكرية والأمنية لهم، مؤكدة في ذات الوقت على استعداد المتقاعدين المساعدة فيما يتعلق بملف الإرهاب. والدليل أن في وقت الثورة في 2011 رجعوا عسكريين للخدمة وشاركوا مع خيانهم العسكريين، وزاد وقفوا وقفة حازمة، وهما كانوا يعني سبب من الأسباب في استتباب الأمن في تونس، وسبب من الأسباب في يعني الشركات والمعامل كل كانوا هم يحموا فيهم، وبارك الله فيهم ونشكرهم بالمناسبة هذه كل من قام مجهود وكل من رجع للجيش من المتقاعدين في سنة 2011. اختتمت ورشة الواقع والرهانات وحق النفاذ إلى المعلومة التي احتضنتها ولاية الكاف بتوصيات حول تطوير الإطار التشريعي وضمان نجاعة أكبر لحق النفاذ إلى المعلومة. هذا وأكد أعضاء منظمة المادة 19 أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى السلطات المسؤولة للنظر في إمكانية العمل بها. أهم التفاعلات والتوصيات التي تبخذت على هذا اليوم الثاني من ورشة العمل المنظمة بجهة الكاف واللي تغطي كافة ولايات الشمال الغربي هي أساسا مزيد تطوير الإطار التشريعي المنظم لحق النفاذ، وذلك بالخروج على معناها فيما يخص المفاهيم، ما عادش نحصر حق النفاذ بالوثيقة الإدارية بل بالنفاذ إلى المعلومة بصفة عامة، كذلك بالنسبة للهياكل اللي يشملها حق النفاذ تكون أكثر دقة ويكون معناها مجال انتباق هذا الحق أوسع من ما هو عليه الآن بمقتضى المرسوم عدد 2011. كذلك هناك تدخلات وتوصيات بمزيد تدعيم الإطار المؤسساتي اللي يضمن معناها أكثر نجاعة للحصول على المعلومة بالنسبة لطالبها من خلال تركيز هيكل مستقل ينظر في معناها المطالب المرفوضة من قبل الإدارة، وجميع التوصيات هذه احنا مش ندونوها وإن شاء الله باش يتم تعميمها باش ونحاولوا نوصلوها بمعناها إلى من يهم الأمر، خاصة وأنه تعرفوا فما مشروع تنقيح في الأفق هو مشروع قانون أساسي سينقح المرسوم عدد 2011 المتعلق بالنفاذ الوثائق الإدارية.
إلى ولاية صفاقس، أين تم الإعلان عن تأسيس معهد ريادة المؤسسات الشابة خلال ملتقى رعاية ومساندة المؤسسات الناشئة لمركز أعمال صفاقس وفرع كونفدرالية المؤسسات المواطنة. هذا المعهد سيعمل على دعم ومرافقة الباحثين الشبان لمزيد تطوير أنشطتهم وضمان ديمومة مشاريعهم. المزيد من التفاصيل مع غازي بن عليا. تقديم الإحاطة والدعم للباعثين الجدد هو الهدف الأساسي من أحداث معهد ريادة المؤسسات الشابة الذي تم الإعلان عن تأسيسه اليوم الخميس 27 فيفري خلال ملتقى نظمه مركز أعمال صفاقس وفرع كونفدرالية المؤسسات المواطنة تحت عنوان رعاية ومساندة المؤسسات الناشئة. المعهد هذا قاع تأسيسه بمبادرة من مركز أعمال صفاقس وكونفدرالية مؤسسات بصفاقس. المهمة الأساسية في المعهد هذا هو وقع اختيار 10 مؤسسات ناشئة عند مشاريع فيها إمكانية تطور مع باعثين شبان، هذو ما نسميهم ليمنتوري. وقع اختيار 10 مؤسسات اللي باش تانكادري معناتها هاللي جان انتربرونور وباش تكون لها سند. ويتمثل دور هذا المعهد الأول من نوعه في تونس في رعاية المؤسسات الناشئة التي تأسست منذ سنة واحدة ودعم الباعثين الجدد بهدف توفير المناخ المناسب لضمان ديمومة مشاريعهم وتطوير أنشطتها حتى تساهم في دفع التشغيل والتنمية. الدور المعهد هو أنه الرجل الأعمال اللي هو معناتها رجل أعمال معروف وعنده تجربة كبيرة يعاون ويدعم صاحب المؤسسة الشابة باش تجمك المؤسسة تطير بجوانحها، تجمك المؤسسة تتقدم وتتوسع. وانتم تعرفوا احنا هدفنا الكل يعني خلق مواطن شغل، فبتوسيعة المؤسسات اللي نجحت نوعا ما نجم تخلق مواطن شغل وتجم تخلق أكثر ثروة في البلاد. فالمعهد هذا ماشي يرعى وماشي يأسس لي معناتها تدعيم وتنمية المؤسسات اللي هي وصلت للنجاح. كما تم خلال هذا الملتقى عرض التجارب الألمانية والفرنسية والإنجليزية في مجال الإحاطة بالمؤسسات الناشئة. ومن المنتظر أن ينطلق اليوم نشاط هذا المعهد بإبرام اتفاقيات مساندة ورعاية بين مجموعة من رجال الأعمال من ذوي التجربة الواسعة وعدد من أصحاب المشاريع بهدف دعم الإقبال على استعمال الطاقة المتجددة. اجتمع أمس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد عدد من الخبراء ومن ممثلي المجتمع المدني، حيث أكدوا على أهمية الإقبال على الطاقة المتجددة خاصة في ظل تواصل ارتفاع تكلفة الطاقة. حول هذا الموضوع أعد نور الدين سعيدي النقل التالي. جامعيون وصناعيون وإداريون وجمعيات من المجتمع المدني تجمعوا في يوم دراسي حول الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المستدامة، اجتماع احتضنه المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد وتحت إشراف مركز التنمية المستدامة. حبينا اليوم يكون التنمية المستدامة كالعناصر المتداخلة كلها بين المجتمع المدني، فيها الإدارات، فيها المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وكالصناعيين. هذوما الكل حابين نلموهم اليوم في الإطار هذا باش ينجموا نشوفوا مع بعضنا المستوى الطاقة اللي هو في تونس، نجموا نربحوا برشا إذا كان نستعملوا الطاقات المتجددة واللي احنا في المناطق هذه متوفرة كما الطاقة الريحية ولا الطاقة من الشمس. خبراء الطاقة والباحثون الجامعيون يتفقون أن الطاقة المتجددة رافد من روافد التنمية المستدامة، وأن استعمال هذا النوع من الطاقة يوفر امتيازات للدولة والمواطن على حد سواء. نحكي على مسألة الطاقة وأهمية الطاقة وتكاليف الطاقة خاصة، وهنا لما نشاهد تكاليف عن قريب تكاليف وقت الذروة في معناها في 4 أشهر متاع الصيف تكاليف متاعها كبيرة ياسر، معناها تمشي عشرات الأضعاف إذا ما نقولوش أكثر. معناها الكيلوات أور الكيلوات يعني في الوقت العادي يتكلف كل شيء مع بعض نقوله 300 ملي بدون أي معناها سبونسيون،
وإذا نحسبوه في وقت الذروة أنا نقول لك ونأكد لك اللي هو يوصل 5000 ملي. مركز التنمية المستدامة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد المنظم لهذا اليوم يعمل في عدد من مشاريعه العلمية على الطاقة المتجددة ومجالات استغلالها. قاعدين نعمل في نماذج صغيرة متاع التنوير العمومي متاع الضخ المياه الري للفلاحة. عدنا معناه نحضروا في طلبة إنهم باش يبعثوا مشاريع في الطاقات المتجددة. هذاك علاش اليوم الندوة هذه حبينا معناها نوضحوا لهم معناها التشجيعات متاع الدولة. ذاك استدعينا الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، استدعينا الشركة التونسية للكهرباء والغاز. بقدر ما تكلفه الطاقة من أعباء ثقيلة على الدولة والمواطن، بقدر ما تمكن الطاقة المتجددة من تخفيفها وبالتالي تحقيق تنمية مستدامة وحماية أكثر للبيئة. نختم مع جولة سياحية في الزارات من معتمدية مارث من ولاية جابس الغنية بالمواقع الأثرية، كما أنها نافذة تطل على الصحراء التونسية بواحاتها من جهة وعلى البحر من ناحية أخرى، فتحمل سحرا خاصا بها يفتن كل من يزورها. زهور المرزوقي أعدت النقل التالي. 20 كيلومترا فقط عن وسط المدينة جابس، وأنت في طريقك إلى معتمدية مارث تصادفك منطقة شاطئية ذات سحر استثنائي هي الزارات. بعد الصحراء على امتدادها وشساعتها، سحر الواحة وعنفوانها في تناغم رائع مع عمق البحر وأسراره هي الزارات. البحر نتاعنا راهو نظيف، معناها البولوسيون تاع الجروب شيميك مش واصله للبحر الزارات. فوق من هذا عندنا طبيعه خلابه، معنا عندنا الواحه وعندنا البحر لاصقين بعض موجودين، معناها حنا رانا في وسط الجولف تاع جابس. ميناء الصيد البحري بالزارات ميناء هام على مستوى الولايه ككل، وبه فقط تجد افضل انواع السمك الطازج، فسمك الزارات غني عن التعريف. وفي الزارات أيضا اكتشفنا ثروة طبيعية ومادية في نفس الوقت هي المحار، هذا الكائن البحري الذي دأبت النساء على جمعه في منطقة الزارات وبأجور زهيدة رغم قيمته التصديرية العالية في أوروبا. كذا 25 عام تواني وكبيرة حتى في العمر، مانيش صغيرة وهاني قاعدة نجري ونلقط. نبيعوه نبيعوه للمصدرين، الشراية جوي يشروا علينا الشراية والشراية يهزوا للمصدرين. فالمحار اللي هو المهرجان المحار ان شاء الله في الدورة 14 سنة من يمتد من 20 حتى 23 مارس. بحكم الخليج نتاع الزارات اللي هو معناه مد وجزر موجود بكثرة، دونك معناه المنتوج هذا يتوجد هنا، نسبة التصدير فيه توصل حتى 60%. المحار يتباع في فرنسا ب 60 يورو وهو يخرج مهني من الزارات يخرج ب 2000 فرنك و 2500، دونك فما مارج كبير وفما كستيون كبير معناه يتطرح في الموضوع هذا. من المشاريع المبرمجة مستقبلا لولاية جابس هي إحداث منطقة سياحية بالزارات، وطبعا بكل ما تقتضيه السياحة من عوامل. هذه المشاريع ينتظرها الكثيرون وخاصة زائرو منطقة الزارات ليزداد إشعاعها أكثر فأكثر ولتنضاف إلى المشهد السياحي الساحلي ككل بالبلاد التونسية. منطقة غاية في الهدوء والجمال تدعى الزارات. في ختام هذا الموعد الإخباري مشاهدينا تذكير بأبرز ما جاء فيه. قفص تواصل المواجهات في المتلوي إلى عشية اليوم وحرق جزء من مقر محكمة الناحية ليلة أمس. حركة الشعب تنتقد حكومة المهدي جمعة وتوجه لها بعض الرسائل. وجولة سياحية بالزارات من ولاية جابس. نهاية نشرتنا، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.